إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. هاد الفيديو سبونسورد باي باري بولز، بلاتفورم ديال البيتين. إذا ما كنتيش كتكوطي ولا عندك أقل من 18، سكيبي هاد 30 ثانية. هاد البلاتفورم كتنافس كل شي دوك اللي كتعرفو، وحتى بالنسبة للفلوس للديبوزيت وللويدراو كيدوزو دغيا فيها. من غير الكرة بحال الباسكيت والكريكيت والتنس ورياضات أخرين، تسجيل سهل غير بالنمرة ولا الجيميل، وحتى تصفح البلاتفورم سهل. إذا كنتي غتسجل أول مرة ممكن تحصل على بونس كيوصل 2500 درهم. ما تنساش دير فكود برومو موكس 37. طرق السحب هي اللي كتبان لكم في الشاشة، والرابط ديال البلاتفورم غتلقاه في الوصف ولا في أول تعليق. Good luck. تخلف الليبي حمد الهوني عن رحلة الوداد الرياضي صوب تنزانيا لمواجهة سيمبا تنزاني يوم الثلاثاء المقبل برسم الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى أن القائد يحيى جبران الموقوف لحصولها على 3 إنذارات كذلك سيتخلف على الرحلة كونها أنه لا يستطيع المشاركة رفقة الوداد. غياب الهوني يفتح عدة تكهنات بشأن رحيله عن الوداد في فترة انتقالات شتوية المقررة الشهر المقبل، بعد أن كان أحد الصفقات الصيفية التي وصلت للوداد من الترجي في صفقة انتقال حر. إلا أن موقع الكورة أكد أن فوزي البنزرتي الذي تولى تدريب فريق الوداد الرياضي طالب بعدم التسرع في اتخاذ قرار يخص الهوني حتى يجلس معه كونه يعرفه جيدا، إذ أنهما سبق وأن عملا معا في تونس الموسم الماضي. كما رفض البنزرتي تأشير على قائمة المدرب السابق عادي الرمزي الذي حدد من خلالها الوافدين والمغادرين، وتشبث بأن يكون هو صاحب القرار النهائي بعد تقييم اللاعبين في المباريات الثلاثة المقبلة قبل فتح سوق انتقالات شتوية التي تنطلق في 1 شهر المقبل. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.